الشباب هو الامل، هو اللي يدير يعني دوله العدل والقانون. ينبغي ان تكون عدله مستقله، اذا نادت دائما تحت اطار عمر كبير. يا انت في انتكاش، لا يا اما الذي في سنك في وياب، يا اما يوقف مع ثوره الشعب، يا اما برا ما كانش رجوع، يا اما يوقفوا معنا يا اما برا. البلديه توقف معنا ولا برا؟ الولايه توقف معنا ولا برا؟ لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. اذا قلت اولويه المنتخب على الدين. الامر الاخر، نقطه اخرى، هي التداول السلمي على السلطه. ينبغي تداول سلمي على السلطه وعدم احتكارها من قبل هذه المافيا بوليتيكو فينونسيير، هذا الدكتاتوريه الدبابه الى غير ذلك. امر اخير والتنبيه، ينبغي ان نفكروا من ضروره. إذا كان كما احنا طالب كطلبة وأساتذة في الجامعة يوم الثلاثاء، إذا طاح العيد يوم الثلاثاء راني غادي نخرجوا سير، راني غادي نخرجوا. إذا ماذا بيا يكون تمثيل مع أطراف المجتمع المدني؟ الانتخابات غادي يصرفوا عليهم مزورين. ماشي يعني العسكرية اللي ياخذ قرارات بدون الشعب، كما في السودان نقولوا بكثرة باش لدعم الحراك الطلبة، يعني غلطوا عليهم، هما يدعمونا في الحراك وحنا ندعموهم بدون متبادل. الجزائريين حنايا رانا الآن في مرحلة ما يسموهاش ثورة، لاخاطرش هذه بداية ثورة. كاين فرق ما بين ثورة وبين ريفورس. لا راه عادة في ريفورس. الثورة هي كي تحقق الأهداف تاعها، يعني تبني مجتمع ولا دولة قانون، دولة ويكون القانون فيها سيدة على الجميع، سير مدني العسكري وغيرها. الثورة تكون من نرمو تتأشى دولة يكون أهل القديم لأن عايشين في المزارع، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة انتقالية مور هذه الانتفاضة والنظام المدني بدو غير نخرجوا الأسوار أصلا. أسكن علينا نتخذوا، معناها أن الناس تخرج بكميات وبأعداد أكبر، خاطر حنا في وهران ما نمدوش 100 درهم، وهذا عيب زي ما في دار غيري، هذا عيب. لازم نورمالمون الناس تبع بعضها بعض، كاين فيسبوك كاين كل شيء، لازم الناس تخرج مئات الالاف الوهران، مئات الالاف الوهران لازم تكون معطره. ديروا تغيير باش يروحوا هادو الكتاب ويكتبوا واحدين الناس صالحين، كيما هكا قلنا لهم روحوا كاع، كي قلنا لهم روحوا كاع خرجوا لنا واحد مانيش عارف انا كيف باغي يديروا في الثقه. هذا كاين صالح، هذا كاين صالح كيف معاهم في النظام، هو ب 62 راه باغي يثقوا فيه. حاسبنا عقليات، راكم فاهمين تسمى هي النار راه باغي يطيح فيها بليسونس، هو الليسونس. إيدي كيروح، إيدي غدوة إن شاء الله كي نخرجوا، إيدي نخرجوا نقولوا حنا على كلمة واحدة دعمها الأول، ارحالوا، ارحالوا كاع، باسكو على حنا دروك ما نجموش نديروا فيهم كونفيونس. واللي زادت بينت لنا هذا السي كايد هذا اللي راه يضل يهضر، شكون هو باش يهضر؟ ها هو الجيش دخلها في السياسة، ها هو الجيش راه يخوفنا يهضر لنا بالكومبا وكاع سيدي راه يوسعنا، وراه يقول لك يتحاوروا معايا، انت شكون؟ شكون يتحاوروا معاك خويا؟ طبعا طالما أدخلت نفسك في السياسة، نحن نريد أقوال، لا نريد نحن نريد أفعال، لا نريد أقوال، يعني ما تقولش كي تحرب خطرة أخضر خطرة أحمر خطرة أبيض خطرة كحل، يعني في المرة الأولى طالب بتطبيق المادة 77 ولا 102، وبعد طالب حقق في تطبيق المادة 102، هذا هو المشكل. الخطاب هذا راه ضيعنا في الوقت يا جماعة، هي مضيعة للوقت، مضيعة للوقت، ونحن نذهب إلى طريق مسدود. الشعب قال يجب تطبيق المادة 87 والثانية عشر وفقا لدستوركم. منذ 62 للشعب ضد النظام العسكري، في أول مرة الشعب الجزائري عنده أهداف مسطرة لتغيير نظام جذريا وللبناء دولة القانون والحريات. هذه ما تمكنش تكون حاجة واحدة أخرى إلا ثورة، وراهي جاية بحلول إن شاء الله، ولكن لابد النظام المؤتمر السومه
نبني دولة ديمقراطية اجتماعية باحترام مبادئ إسلامية. هذا هو المبدأ اللي كتبنا الجمهورية الثانية إن شاء الله. ولكن ندعو On interpelle la conscience des décideurs. S'ils ont un brin d'amour pour cette patrie, pour ce peuple, ils doivent se rendre à l'évidence que le temps est venu, que c'est la fin des cycles. Et ils doivent remettre les clés de la République à ce peuple qui va construire un état de droit, un état de justice sociale, un état où la justice sera réellement indépendante. Là, c'est comme ça. Environ le journée de la soujoune. Libérez et détenus, l'opinion. Allez, Serge. Hach Harmoud, les rafistes, parce que le fait, j'ai un rigole d'aller le dans le champ, ça fait chanter. Allez, Serge, le monsieur, Abdallah Ben Naoum, le wilayat Ben Abbas, les radios monsieur d'aller. La haïa, les chats, la vie, c'est le golo. ما يكون غير مع الشعب وما يكون إلا مع الشعب وما يكون غير باسم الشعب. الحوار يكون ما بين الجزائريين. الحوار اليوم ما يكونش مع المسؤولين اللي بلاو البلاد، ما يكونش مع المسؤولين اللي ضيعوا مستقبل الشباب، ما يكونش مع المسؤولين اللي بلاو ثروات الجزائر. هاد المسؤولين اللي ضيعوا مستقبل البلاد والعباد ما نتحاوروش معاهم. لا حوار مع هاد المسؤولين. الحوار الوحيد هو ما بين الجزائريين كما رانا اليوم. عم يتكلموا على الشيء، علاش الجزائري انه هو اللي دار الازمه هذه. شغل حنايا ما درناش تواصل، شغل درنا ازمه وهي حقيقه مصوره مش ازمه. الازمه الحقيقيه هما اللي راهم فيها، هما المؤسسه العسكريه والناس اللي دارها فيه هما اللي راهم في الازمه وعليهم ان يلقاو الحل. كاين توجيه الانظار، يعني قوم يقنعونا باللي احنا رانا في ازمه. لا، ما تطنحوش الشعب، الشعب راه في طن. انتوما راكم في الازمه الحقيقيه وعليكم تلقاو الحلول. هذه هي. السلام عليكم ورحمه الله. غدوه خصكم تشوف قوه. اخر جمعه في رمضان لازم تشوف قوه فور اونوري نوتر مارش. باش كيما نقولوا نطلعوا المستويات على مصر. ايها الشعب الجزائري، حلفوا عدوكم الذي سرق ثروتكم. هذو اللي ما يبغوش الحوار، هذو صحاب الاحزاب، باه هما يروحوا يتحاوروا ويتقاسموا بيناتهم، صحاب الويكلو. بصح ما باغيش الشعب هو يتحاور ديالك. خرجوا دي بروبوزيسيون، كاينه بروبوزيسيون مليحه. هذه الجزائر، هذه البلاد ما فيهاش رجال. فيها الحمد لله. انا ما نخرجوش كيما قال لك وحيد في كل ولايه خمسه. ما منضمين اي واحد. وهادو علاه ما نديروش، علاه ما نديروش يقول لك الناس واحد ما يمثل فيها. علاه؟ روح انت لابراهيم يمد كل البيت صالح. ارواح نتلاقوا نتفاهموا. تما راك تقول لك انا نمثل حيره انديريكتومون. علاه هاد الشبان وهاد المثقفين ما يخرجش من كل ولايه مجموعه وهادوك يتلاقوا في العاصمه وينصبوا واحد يمثلهم وهما شغل ممثلين ما غاديش يترقصوا ما غاديش يهضروا اون نون دو بوب غادي يمثل البوب قال فوالا فوالا شراه باغي فوالا فوالا انت شراك تقول هيا وين نروحوا يمثلوا هيا تمثيل علاه هنا على هاد الاحزاب راهم باغيين يدخلونا في راسنا باللي لا ماشي مليحه هما يمثلونا هذه هي وهذا تساؤل خلي لكم انتم تجاوبوا على التساؤل والله يحفظكم وبارك الله فيكم المدنيه الديمقراطيه شي ديكتاتوريه حتى كي دينا الاستبداد كيخرج لنا الشعب كيخرج حيت ما ديكتاتوريه بلادنا هذه بلادنا أرض جدودنا وما عكسوا على كل شيء. يا والله بالموت مش سلمية بالموت كيما يموت إن شاء الله احنا بالسلمية ما نقبوا بحنا خاطينا رحم فلو هما ما حبتوا يخربوا فينا باش حنا نروحوا الصوالح وقت أخرين ديك الصوالح وقت أخرين ما نروحوا لهم إن شاء الله بربي. قلتوا لنا البلاد داروا
بكري كنا ركروا بعضنا بعض وكنا نقولوا بلي هذا الشعب هذا عاي هكا ما يدير والو هكا ما يدير حتى حاجه هذا وكنا نبغوا بعضنا بعض نقعدوا وحدهم على خاطر هذو راهم باغيين يبحثونا وهذا نقولوا ما نحاولوا نقلعوا السبعه من وجودهم هاي اختلاع تاع سبعهم اختلاع تاع سبعهم الجزائري اللي عندك النكواسة جايرية وخضراء إذا كنت واحد في الوحدة الوطنية الشعبية الديمقراطية المدنية يا ما يشيدوش يحكموا فينا هادو هادو ما يشيدوش يحكموا فينا كاع وهادو شواوا ليهم يقولوا بدي هذا علم ما علم ما علم ما علم هذا علم خاطي هذا علم تاهم هما بشي كما يقولوا تعملك عنده دولة ولا هذا ستة آسين وصاي خوتنا وحبابنا بتوجي معنا بتوجي معهم دخلت شرطة شرايدو رايدو باللي 90% زواوا وهذا زواوا شكون هادو خوتنا احبابنا يحوشوا يفرطوا يحوشوا يجيلوا لا مسكاش قاعد تكون نصراني وتقول كيما نقولوا الدواء عندك نسوة جزائرية أرواح تالف مع الجزائريين هنا في عندنا نسوة جزائرية جزائري ما نحاولش نقعوا السبعة من وجوهنا إلا نقعدوا متوحدين ونقعدوا متوحدين وتمسكوا بها وكان ما يسعب كاع سوار هذا كان صار يحوش فينا بعد ما قلنا قالوا لنا كواطي تما قالوا لنا منا قالوا لنا من هيها أنا كيما هكا العنصرية كملت قعد فوق نسى فوقهم كرسي فوق ماذا بيكم قال لي يهدر على الشعب الشعب وهو من الشعب وقاعد يقطع من الشعب هذا فانتازي ها استحيا الزازالي عندنا مسؤولية تاريخية مسؤولية ضمائرية ومسؤولية وطنية اليوم من واجب كل واحد فينا يحافظ على هذا الثورة السلمية ويحافظ خاصة على سلمية هذه الثورة ما لازمش هذه الثورة تروح للعنف نندد بكل العنف لا نقبل العنف احنا مشي تاع عنف تاع حوار احنا تاع رحمة غاديش نقعدو غير نشكيو غاديش نقعدو غير نبكيو غاديش نقعدو غير نتاخدو لازم نقترحو اليوم جماعة لازم نقترحو ما نقعدوش غير في مام ساكر وندورو باسكو الجزائر راهي مبروكية علينا كاع الجزائر راهي مبروكية علينا كاع سي نوحدو الصفوف لازم على الصفوف تتوحد نبعدو على الجهوية نبعدو على السب وعلى الشتم خموا لقدام الحالة الديمقراطية يكون فيها اندماج ما بين القانوني وما بين الشرعي لماذا؟ لأن القوانين في مرعبة على الشعب ويديرها الشعب على الدستور هذا الشرعي القانون هذا الكبير شرعي القوانين تاع الاخرين شرعية أما بالديكتاتوريات فهناك تناقض وتفاق وتنافر بينما هو قانوني وبينما هو شرعي لماذا؟ لأنه القانون ما يديرهش الشعب وبالتالي إذا ما دارهش الشعب يعتبر هذا الدستور غير شرعي وغير قانوني وبالتالي هذا الدستور لا نعتقد ذلك كيف نقول أنايا احنا في الحياة بتاعنا جامعي درنا دستور احنا ما عندناش دستور احنا عندنا قانون يهدروا الجنرالات بفتين وستين اللي يهدروا على الدستور احنا ما عندناش دستور لأنه هذا القانون فدرس الشعب دار الدكتاتور واحد اللي دارك هذا القانون يخدم الدكتاتور ما يخدمش الشعب الناس تقانوها احنا ما عندناش دستور احنا ما عندناش قانون لأن الحكومة غير شرعية البدوي غير شرعي هو البوزيتيف عليها وبالتالي هو ليس بحق إلا نحبون ليس إلا رئيس أركان والإرادة تاع الشعب وبالتالي الشعب واش راه يقول؟ راه يقول مرحلة انتقالية سياسية توافقية ويعطي الأمر للمؤسسة
هذا الشيطانية، هذا معناها المرافقة. هل الشعب يشارك ولا ما يشارك؟ هل تبقى بالدوب اللي فعلا نورلاندو؟ وضحنا صح راك في شي وسائل تاع الخيانة وتاع القضاء وتاع، لكن كملوا بعد التباهي. قلعنا الصدر وحنا رانا موراك، سيرو ما راناش معاك، والسنة بعد لم نجمو نكونوا دولة، وما نجموش نكونوا دولة إلا ما كانش دولة عسكرية. دول هادو ما نجموش يروحوا بعيد، لخاطر مادام تقنع تمنع الناس بممارسة الحقوق تاعهم ما نجموش ما نجموش يوصلوا. ولهذا علاش هما مستعمرين شعبهم، ولكن هما في الحقيقة الناس الثانية هما اللي مستعمرهم. كما مصر حنا نعرفوا بلي عندها الاستعمار تاع أمريكان، ونقولوا لا بلي غادي نديروا انتخابات وغادي نجيب لكم حنا واحد اللي بيسيب عليكم بلوطو. هذا هو هذا المعنى. انا شخصيا هكا راني نفهم. السلام عليكم. السلام عليكم. رقم 10 شرع كبير. مش هنا ولا هنا. من اللي هنا قلنا بلي قايد صالح كان شحال من مبادرة، شحال من مبادرة، 74 مبادرة، ما بغاش يتسنت المبادرات كاع. واليوم الخطاب تاعه كان باين بلي مازال الحكم تاعهم. حنا اش يبين لنا؟ يبين لنا بلي هادو الناس اللي بغاهم الجزائريين، اللي بغاهم باغ اكزومبل اللي معروفين، اللي بغاهم الشعب تاع بن بيتو، كاين شخصيات مليحة. هذيك الشخصيات
تيميزكم نتوما كون يقابلوا قايد صالح اش غادي يقولوا له؟ نطلب الاول باش نعرفوا علاش راهي مرفوضين هذه المبادرات. قايد صالح واحد الاخر داخل البارح ماذا بيا كان هنا ما وصلنا اليوم قال تقريبا معظم الشعب الجزائري ما عارف على قايد صالح يلعبش كونتا باسكو عندي ديبريسيون من الامريك ومن لافرونس. انا ما نشاطرش في الوعي، انا نقول له بلي الحراك هذا اللي خلق الى اي ان غران تيسيم اي ان غران ريسبي في الموند انتي، دونك هذا ريسبي ما يسمحش للمريكان وفرنسا باش تجي هنا عندنا وتطلع عمر. انا نقول بلي قايد صالح الى ريبريزونسيون وحدو ليتا ماجور كاين معاه 21 ولا 22 جينيرو اخرين بلوس سو كي نو با بارتي دو ليتا ماجور هادي باين واحد 50 بيرسون ولا وقيلا لا دوزيام سيمان ولا تروازيام سيمان استعرفوا كاع ونزالو ابليكي لاتيك 102 اي 7 ما يجري من اعتقالات مجرد مسرحيه. الشاب هو الذي لا يريد انتخابات في ظل حكومه بدوي. الشعب لما خرج خرج من اجل يعني ثورته لم تكن ثوره خبز. نحن لم نخرج من اجل الجوع، نحن لم نخرج من اجل اعتقال هؤلاء، خرجنا من اجل يعني سلم السلطه. هاد الحراك زعما بون الا نخرجوهم كاع ان شاء الله انتو فاهميني، و الا نتفقوا على حاجه واحده كاع كيما راه كاع الشعب راه نجو هنا وراني نخرجو بالجمعه باينه دروك هما راهم يحاوشوا يخترقونا. نعزي الشعب المصري ونعزي كل الشعوب التي ترضخ تحت الدكتاتورية العسكرية. تغيير النظام وليس تغيير أشخاص. بناء دولة جديدة من الصفر وليس إدخال حداد إلى السجن، بل إدخال النظام بحد ذاته إلى مسبرة التاريخ. النظام رمي النظام إلى مسبرة التاريخ عند تسليم السلطة وبناء الدولة وبناء مؤسسات شرعية لها سلطة شعبية، فإن المحاسبة هي تحصيل حاصر، لأن القضاء سيتحرر والناس أنتم كلكم تتحررون. في 92 كان عندنا رئيس مدني وتم اختياره على المباشر على المباشر. جو سي با شنو نقولها لكم بالعربية، لو درام نتاع كاع هاد دوها من ايران حتى المغرب هو انه لي ريشاس ربي هذا شيء من عند ربي، لي ريشاس دو موند سو تروف او موجوده في الجزء الجنوبي من الكره الارضيه. حنا واش تنقولوا؟ نقولوا بلي حنايا انا ما ندخلش في نقاش الكايد وما ندخلش انايا في لانه ما عنديش الوقت وما ندخلش في الخطاب نتاعو اليوم. حنا اللي نفهموا بلي انه نو لاسون جامي فيغ ان ايتا دو دروا، ما يخلوناش نحكموا باسم الديمقراطية، ما يخلوناش نجيبوا رئيس عنده كوستيم ولا بداية كرافاتا ويحكم باسم الدين ولا باسم الديمقراطية. أنا ما يهمنيش إذا كان أغلبية الشعب خيرت طريق أو منهج لإدارة البلاد، ولكن ما يخلوناش الثروة لا سول إليك ريشيس كي سو بيربيتو أترافير ليستوار سي لي بوب سي لانديفيدو إنسان. Tout est fait pour promouvoir la personne humaine. Mais pour la promouvoir, il faut un système de justice sociale. Il faut un système de démocratie, de liberté. Pour que l'énergie positive dans un peuple s'exprime et développe l'économie, la politique, les forces. Les forces armées, c'est l'intelligence d'un peuple quand elle s'exprime librement qui développe toutes ses richesses, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient matérielles. Nous avons à la on doit se libérer. On doit se libérer. On ne peut pas lutter pour la démocratie si nous-mêmes, nous ne sommes pas libres. Maintenant,
نظلم من أجل الحرية، لا إذا احنا ما كناش حرين. أليجيري طار المافيا بوليتيكو فينانسيير، سافودير بلي من أفراد الجيش وأفراد لوليغارشي اللي حنا نشوفوها اليوم راهم يجيبوهم للحباس، وليبوليتيسيان رؤساء أحزاب إكسترا. سافودير هاد السيستيم دار باش كيفاش يسير البلاد، يسيرها يخمج لوبوليتيسيان ويخمج العسكري ويخمج يخمج مول الحزب ويخمج مول المؤسسة ويخمجو باش ينجم يمشيها غير بالخماج، ما ينجمش يمشيها بطرق زاد. لهذا ما نجموش بهذه الطرق نبنيو. هانا قعدنا 25 سنة جا رئيس خمج البلاد، راهم تشوفوا اليوم كي راكم تشوفوا القضايات ملايير وملايير، حتى ولاو الناس ما تنجمش تقرا وما ولاوش يقراو الزيروات. كي وكان نبداو نهضروا على الملايير بالدينار ما تنجمش تقراهم، ولا يقول لك اونلايت 20 مليار دولار. حنا نقولوا سلمية حتى ان شاء الله ربي يبارك فيها، والأجيال تاع 25 ان شاء الله تكون مباركة ان شاء الله 100% ان شاء الله. إنه شرف كبير أن نلقي بمداخلة بسيطة جدا، لأن ما يهمنا هو الأسئلة والنقاش. عنوان المداخلة هي مقترحات حلول للأزمة نابعة من روح الثورة، من روح الثورة السلمية للحراك، ما يسمى بالحراك. طبعا علينا نميز بين شيئين، الحراك شيء والثورة شيء. لحد الآن لم نتفق هل نحن في حراك أم في ثورة، ثورة سلمية. طبعا تكلمت عن الأزمة، هم يتكلمون عن الأزمة، نحن لسنا في أزمة، الشعب الجزائري ليس في أزمة، النظام هو في أزمة. لماذا في أزمة؟ هذه الأزمة ليست جديدة، ليس هذه الأزمة جديدة، ما هي جديدة علينا. هذه الأزمة ولدت في 62، هي أزمة الشرعية، هي أزمة الشرعية. بعد ما استولوا بالقوة قاموا بالانقلاب على المؤسسات الشرعية للثورة، أصبح الجزائريين كأنهم طردوا الكولون وطردوا الاستعمار الفرنسي، عوضهم آخرون، واستبعد الجزائريين من تقرير مصيرهم فعلا واختيار مسؤوليهم. الجزائري لم يختار رئيسه منذ 62، الجزائري لم يضع دستوره منذ 62، هم يضعون، وبالتالي مسألة شرعية. إذن الشرعية الشعبية غير موجودة. نعرف كلنا أن بلبلة أتى به بومدية، بجديد أتى به قصر مرتاح، ثم فيما بعد بوضياف جاءت به الجماعة العربي بالخير وغيرهم، ثم جاءوا ببوتفليقة، وكل هؤلاء رؤساء كانوا يعني يأتوننا بهم ثم يفرضونهم عليهم بتصوير الانتخابات. الدستور نفس الشيء. الشعب الجزائري اليوم يريد لأول مرة أن يضع دستوره، دستور نابع من الشعب وليس موضوع ثم يفرض عليه. إذن مسألة تدور في هذا الموضوع، في هذا المسألة. إذن الأزمة هي أزمة شرعية، والحراك جاء لحل هذه الأزمة. هنا يأتي الخلاف، هناك ندوة وطنية من أجل التوصل إلى عقد وطني. إن الفترة التأسيسية المجلس التأسيسي ممكن أن يضيع علينا وقت طويل،
لكن إيجاد الحد هو العقد الوطني، يواصل النضال من أجل تحقيق هذا الهدف وهو استعادة السيادة الشعبية. الآن يقولون لنا أنكم ضد الدستور، الدستور له المادة 87. الآن يقولون لنا كيف ذلك؟ نحن نريد انتخابات، لكن نحن نرفض هذه الانتخابات لأنها مزورة أصلا، وأول تزوير هو موجود في لاليست إلكتورال، لاليست إلكتورال ذاتها مزورة. الآن لابد أن نقترح حل ثالث من القاعدة. لماذا؟ لماذا؟ لسبب واحد. الآن من يقول أن هناك عملية تطهير تقع، لكن هو صراع أجنحة عند تجربة مصر وتجربة تونس. مصر وفي محمد مرسي أمس رحمة الله عليه. ما هو الخطأ محمد مرسي؟ أين هو الخطأ؟ عندما أصبح رئيساً هم يتحكمون في كل شيء، النظام السابق كان يتحكم في كل شيء، تتصوروا 3 أشهر ما كانش الكهرباء، ما كانش إلى آخره. لم نصفي النظام من جذوره، معناه نحرم الجذور ونوضع نظام ديمقراطي آخر. قال لك وجدت نفسي أتعامل مع ما يسمى بالدولة العميقة لتبروفون، وبالتالي أصبحوا يؤثرون عليه، ونعرف ما وقع في تونس كأنها لم تقع ثورة، كل الذين كانوا في النظام القديم عادي. احنا لابد أن نتجنب هذا. الديمقراطية في الغرب الآن وصلت إلى مأزق، لأن هناك أناس غير ممثلين. احنا نريد نظام آخر، نظاما سياسيا آخر تكون فيه التمثيل لكل شريحة المجتمع، وبالتالي هذا هو التمثيل. يعني الأمة كلها، الأمة كلها ممثلة في السلطة التشريعية وهي السلطة العليا في البلاد، وبالتالي بهذا الشكل الشعب يحكم. أنا طرحت فكرة كي تكون ثورتنا هي ليست فقط ثورة للجزائريين، بل تصبح للعالم كله ينظرون إلى هذا النموذج الجديد. لماذا؟ لأن الثورات الكبرى باريكان، ناس قاعد تكلم على الموديل أمريكا، ناس تكلم على الموديل الفرنسي، ناس ما تكلموش على الموديل الجريان. وهذا الموديل الجريان نابع، أنا عندما وضعته ووضعته في كتاب يسمى ربيع جزائري وجل دمار عربي، دولة ديمقراطية واجتماعية. يا جماعة راهم يقول لكم الصمام وبيل أو نظام مش كيف كيف، هذه أكذوبة كبرى، أكذوبة كبرى. هم عمد راهم يقولوا لنا هكذا، يقول لكم الصمام هذا ضد بيان أول نوفمبر، وهذا يريدون أطراف تشويه أرضية الصمام لأنها تقولها صراحة ممكن غير موجودة في بيان أول نوفمبر، موجود لكن الباقي كله لا يتناقض مع بيان أول نوفمبر. نحن نريد أن نطلق من ثورتنا ثورة ملايين الشهداء، ونصنع نظاما جديدا، نظاما نبهر به العالم، وتصبح الجزائر ليس فقط نعيش في عدالة ونعيش في سعادة، نعيش في رفاهية، نعيش في الحريات، نصبح نحن السيد في أرضنا، الشعب هو السيد في أرضه. بل أكثر من هذا، ستتحول الجزائر إلى قوة ناعمة. قوة ناعمة ما معناه؟ معناه ينظرون إلينا، يحاول أتبعون الموديل تاعنا، نموذجنا، هذا نموذج جزائري. لأنه في طوة نوفمبر يقول دولة ديمقراطية واجتماعية، معناه فيها الحريات الديمقراطية، الشعب هو السيد، فيها العدالة الاجتماعية. لكن لم نجد كل هذا، وجدنا الفاسدين، وجدنا أناس عوضوا الكورون. أنتم مجرد تجار، أنتم مجرد تجار. نحن النوفمبريون الحقيقيين، نحن نريد أن نحرر بلدنا، نحرر أن نحرر الجزائر. ولا واشنطن ولا موسكو ولا القاهرة، نحن نقول لهم اليوم، لا لباريس ولا واشنطن ولا الإمارات ولا الدوحة، الجزائر قبل كل شيء، الجزائر قبل كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديمقراطية جزائر حرة، ديمقراطية جزائر حرة، ديمقراطية. بوش معه سؤال واحد، بما أن كلنا نتمنى ونتبع الرأي تاعك، ولكن هل الحراك، بما أننا رحنا واحد يسميه الحراك واحد يسميه الحراك، أنا نقول الحراك أو الطورة حالية في الوضعية الحالية، هل لنا أو لنا القوة أو رحنا مكونين القوة
اللي باش نجمو نفرضو هذا النموذج نتاع خروج او نموذج نتاع حل او خروج من هذه الازمه اللي رحنا فيها في الوقت الحالي امام السلطه الفعليه اللي هي فهمنا باللي هي السلطه العسكريه اللي راه هي اللي راه في يدها الحكم. هل حنا في الوقت الحالي نكونوا قوه كافيه باش نجموا نفرضوا الحلول اللي رحنا باغيينهم هذه؟ واذا ما كانش عندنا القوه حالا ما هما الاجراءات او الاشياء اللي خاصنا نقوموا بها باش نفرضوا هذا الرأي؟ اشكرك. نعم شكرا. هو في الحقيقه اذا تبعنا كلام قائد الاركان هو راه اليوم لا حلنا لينا حنايا لا حلنا. هو يقول انتم اللي قالوا الحلول كان اقتراحات كثير من المقترحات طرحت مرفوضه. نحن سنطرح طرح اخر وسنهدد به اما ان تقبل بهذا الطرح اللي هو 7-8 هو وعدنا بتطبيق 7-8. نحن نطالب هذا الطرح نطالبه بتطبيق 7-8 يا خويا ما بغاش حنا نوليو نطبقوا على ارضهم ميدانيا وش راح يديروا. انا بغيت نرجع للمداخله نتاعك في بدايتها. تعرضتوا لمختلف المبادرات وقلتوا باللي كاين اتفاق فيما بيناتها فيما يخص المجلس التاسيسي والمجلس الرئاسي والحكومه لحكومه الكفاءات واللجنه الوطنيه المستقله لتنظيم الانتخابات، ولكن هناك فرق. الانتخاب والتمثيل يضم بالمطرح بناء مش من غير المعقول عميد تاع جامعه يتعين بمنصب تنفيذي وبعض المرات ما عندها اي إلمام بالجامعه بالبحث العلمي. شفنا احنا عمداء باراشوطاج. اذا طرح بناء انا ما فهمتش القضيه تاع العقد الوطني. كيف يكون عقد وطني مع مجتمع مدني وهمي اسه النظام ب 90% منه، جمعيات كلها تختلف ونقابات كلها تختلف من النظام؟ انا عندي اقتراح ثالث وهو ان الشعب يكون عنده اختيار انتخابي، يعني اختيار انتخابي قائم او سياسي. غادي نعيشوا الروح في هذه على تظن لان الشعب ليس كله مثقف بصراحه. قال يوجد من الشعب من هم من التبع هذه وحده صدير الحمراء حمراء هو يبنى قوى سكنة راه معك مع قوى سكنة ما راهش معك. احنا نريد هذيك الصحوة السياسية وهو أن الشعب يكون عنده اختيار سياسي يعني معترف به. كومون فير بور سو بروتيجي باش ما يخربوا ما يزوروناش الانتخابات. واسكو ننطلق من الثورة النوفمبرية ولا الثورة الباديسية ولا كاين بوبيلاسيون هنايا اسمح لي كاين بوبيلاسيون هنايا كاين نوتر جوناس راهي لي سيرفو تاعها ولي بونسي تاعهم كوم دي بونسي امريكان كوم دي بونسي انجلي كوم كومون فير هادو باش نقنعوهم وباش عندي بزاف انا مانيش فاهم اللي مانيش فاهم. انا ما قلتش انا رئاسية ولا انا قلت الحل اللي ممكن فيه عيوب ممكن لا. انا قلت باش ما يصوروناش نوليو كيما كنا شعيب والشعيب وما راح نعاودو 22 فيفري واحد اخر ولا كيما. وبالتالي ما نطيحوش في الغلطه نتاعهم تغيير النظام يتم قبل الانتخابات تغيير النظام يتم قبل الانتخابات. انا ما نجيش نناقشك في ليدونتيتي في الدين ما نناقشكش فيه. انت تعتقد في حاجه انت حر لكن في طارق ما تفرضش عليا هي مساله شخصيه تاعك ما تجيش تفرضها عليا وانا ما نفرضها عليك. هذا هو مبدا المواطنه في امريكا كل واحد بين اصله. لكن يقول لك انا امريكا كان لي اصل طلياني حنا في الجزائر يقول لك انا اصلي امازيغي طب راسك. واحد يقول لك انا اصلي عربي طب راسك.
لكن لا تجي تفرض عليا ما نفرض عليك. كل الجزائريين وكل ابائنا وجدادنا حاوزوا الاستعمار الفرنسي. ما تجيش اليوم نقول لك انا نمنعك ولا نمنعك ولا نمنعك، لا. الاقصاء هو اقصاء الاقصاء. دولة ديمقراطية تقصي الاقصاء، تقصي الاقصاء. كل جزائريين في بلاصتو. من الدين عندك الدين عندي ان شاء الله تعلموا. لا فهمك سير، لا لا خليني نقول لك باسكو راني نسمع شعارات سلوغون في الجي باختو. جو سوي ان الجيريان جو في كوم جي فو وندير كيما نبغي. هذه صعيبه شويه باسكو لا خليني شوف شو قال لك. يقول لك بطيء لكنه فعال، اي دي لون مي اي افيكاس. ما تخممش كيما لا بون كاين ا لونغ تيرم ا كور تيرم ا موان موان تيرم ا لونغ تيرم. باسكو هذا لك شويه باسكو الحمد لله جي 52 سنه ماكش بيني في روحي باسكو انا درت دي كونفيرونس في ار ام سي راديو مونتي كارلو ان 97 سي با دي جوغان دوما با يفهمك. فهمني سي كوا لا سيتويانتي سي لا بروميير دي شوز تعمق وسلك تعمق بالفهم الجزائريين باسكو علاش استاذ دوك فهمك. انا نسمع دي سلوغون جو سوي ان الجيريان جو في كوم جو فو انا ندير عندي كيما نبغي. لا خويا محمد هذه معناتها خاش انا يقول لك بون انا كيما قلت لكم فهمك استاذ خاش واحد دخل هذه قال لي انا يا تاع لا مينوريتي لا مينوريتي واه ربي شاف فوق هذا خليه فهمك استاذ يقول لك لا اكراه في الدين با دو كونكريت اون ريليجيون هذه تطبق على الكريتيان باسكو غادي بلي تاع باسكو انا نخمم بلادي الجزائر نخمم عليها دي سي اسيات ما نخممش دروك انا نخمم بالجيل الجاي بناتي ولادي ولاد ولادي باسكو يحوسوا يديروا لنا اقليه كيما في لبنان. هيا هذا هو راه كيسمع استاذ يقول لي احترام. شوف شوف انا فهمت واش معناتها مبدا المواطنه. شوف انا يبدو لي كاين مناورات لضرب الحراك بهذه الاشياء. شوف ولا جزائري احنا جزائريين. شوف احنا جزائريين ما سوق على الاسلام بلا كاين واحد يصلي واحد ما يصليش واحد ما اسمه. شوف هذا سيتويانتي هذه من اوروبا والله الا كذبه كبيره والله العظيم ما تقدر. شوف ليحمي هويتنا بابعادها الثلاث انا اللي نسميه المثلث الذهبي انا كومال تريون دور. الاسلام كوم قاعده، العربيه كلغه وثقافه، والامازيغيه كلغه وثقافه، فهمتني؟ وتاريخنا المشترك ومصيرنا المشترك هذا هو سنتريون البور. شوف سنتريون هذا سنتريون البور. علاش بور؟ شوف تنحي واحد فيه تقصي واحد فيه يطيح التريون. الأمة الجزائرية تنحي لها واحد من هادو يطيح وما نعيشوش في استقرار. ما عشناش في استقرار 260 علاه لأن تم إقصاء تم إقصاء تم اقصاء. وبالتالي احنا لازم نتمسكوا بهذا اليوم بالقوه. يبدو لي الشيء اللي راه في واسو تشكيت كاين حتى ولو كان عند افراد لكن ما كانش في الدوله. دوله المواطنه ما كانش اقليه واغلبيه، ما كانش اقليه واغلبيه، ما كانش اقليات في الجزائر يا جماعه فهموني. سان اكزيست با دي مينوريتي اون الجيري. هذه الحيله تاع 62 في 62 قعدوا خلقوا لنا يقولوا هذوك اقليه وهذو اغلبيه. على بالكم على ولا لا؟ لانه باغيين الناس كانوا وقفوا ضد جيش الحدود وضد مجموعه وجده باغيين يقولوا بلي الشعب كاع معانا غير اقليه اللي راهي ضدها. وراهي اقليه هذه ما كانش اقليه في دوله المواطنه. سا اكزيست با في مينوريتي، سا اكزيست في مينوريتي بوليتيك. ما سمعت مينوريتي بوليتيك؟ انا في الوطن ولي اقليه لكن كي تكون الحريه غدوه نولي اغلبيه. لكن ما كانش المينوريتي ويتنيك ولا واش ما كانش في الجزائر يا جماعه. كاين عرق وهمي وهم 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 في مخنا. واحد يتوهم اشياء. حنا جزائريين شوف عرق وهمي. فوتوا هذه الاشياء سينو ما نقدروش نبنوا. وهذا النظام قعد عافسنا ويستعبد فينا ويستغلنا غير باستخدام هذه المسائل، غير باستخدام هذه المسائل. وبالتالي نفوتوها وما نهضروش فيها وكل واحد يحترم الاخر. واش تقدم للجزائر؟ هذا هو اللي يهمني. انا ما يهمنيش واش تدير واش واسمه واش لا يهمني. اللي يهمني واش تقدم للجزائر. واش تقدم اذا قعدنا ندوروا في هذه ما نفوتوش ويقعد النظام هذا عافسنا. عندي سؤال استاذ الحر فيما يخص الانتخابات هذه القاعديه لتف القاعده، كيف تتم الاليه تاعها؟ كيف تتم في ظل سيطره قائد الاركان وجهاز المخابرات على هذه الانتخابات اللي تكون في القاعده؟
لان كما قلت تطرقت صراحه واحد البروبليم انا في كليه تاع السياسه انتخبوا عميد جات الدياراز قلعت العميد وردت الاخر درك في المؤسسات قلت انت غنديروا الانتخابات في القاعده كيف تتم تفهمنا كيف تتم في ظل رفض النظام لهذه القوانين وشكرا استاذ انتوني قلت انا قلت قبيله قلت قبيله حنا نقطعوا حنا نقطعوا عليهم يقولوا ماكو ماده 8 ولي كيفاش نطبقوها ما كانش ثقه في الانتخابات ولي كيفاش نديروها هو اقتراح قبلوا اللهم بارك ما قبلوش كيوليو الجزائريين كاع يروحوا ينتخبوا واش راح يدوهم كاع لا فاول راح يصير كيما الحراك لو كان خرجوا قلال تيراو عليهم رقم 8 حضور النخبة المثقفة إلى ساحة أول نوفمبر ومشاركتنا يعني هذه الندوات ونتمنى أن تكون بادرة بحول الله تعالى لقدوم مثقفين وجامعيين ونخبة يعني آخرون يعني يقدمون لنا مجموعة من المحاضرات مرة يقول أنا مع الشعب مرة يتهم من يقومون بالاحتجاجات بأنهم يريدون الفوضى يعني خطاباته أصبحت متناقضة وكما نعرف أن القايد صالح هو الجنرالات هو القايد صالح هو الحاكم الفعلي لهذا البلد والكرة في ملعبه وهو يتحكم في كل ما يحدث يعني الأمور متوقفة الآن يعني هناك شبه صدام بين الشعب وبين القايد صالح شعارات الآن ترفع ضده تتنامى أسبوعا بعد أسبوع وهذا ما كن يعني كنا لا نتمناه ولكن يبدو أن الصدام يتنامى إذن في رأيك ما هو المخرج ما هو الحل لتفادي هذا الصدام يبدو أن القايد يركب رأسه في نهاية المطاف هو يؤدي بنا إلى طريق مسدود إذن الشعب لا يريد الفوضى في الحقيقة لا يريد أن تكون هناك فوضى مثل ما في حدث في الكثير من الدول إذن أصبحت علامات الاستفهام أصبح الآن الحوار حوار قرشان بين الشعب الشعب يحاور نفسه بدون جدوى الرسائل أكثر من 74-75 مبادرة قدمت للقايد صالح كأنه لم يسمع تماما أين المخرج الآن في رأيكم شكرا أنا أتذكر في بداية الحراك نشرت مقالا أنصح فيه قائد الأركان قلت له احذر أن ترتكب خطأ استراتيجيا قاتلا ما هو خطأ استراتيجي قاتل هو أن تورط المؤسسة العسكرية في صراع سياسي لابد أن تبقى محايد الصراع هو بين الشعب والسلطة أنت محايد ابقى محايد مرة أخرى سألني صحفي آخر لأن توريط المؤسسة العسكرية أمر خطير جدا المؤسسة العسكرية هي أبنائنا وهي نتاعنا هم جيش الشعب الجزائري ولا واحد ضد هذا الجيش ولا واحد ضده كلنا ضده كلنا بطروحه ولا أحد لكن المشكل كيف انخرجتم من هذه الورطة أنا قلت الصحفي قلت أنا أخاطب وأتعامل مع قائد الأركان كأقوى رجل كأقوى عضو في حكومة بدوي أنا لا أتعامل معه كممثل للجيش لأني بهذا الشكل سأورط المؤسسة العسكرية وهو ليس في صالح الجزائر ولا في صالح المؤسسة هذا هو كلامي ويبدو لي هو يتكلم في السياسة ومن هو الدستور يمنع وبالتالي معليش يتكلم باسم الحكومة اللي هو أقوى وزير فيها أستاذ أنا نهضر على الناس السياسيين هل في الجزائر في يومنا هذا كاين ناس مخلصين في المستوى رجال السياسة سيطاتهم أشكل من في الجزائر كاين أردوغان كاين بوتين كاين روحاني هذا تاع العراق اشكون كاين هذا الرجال في السياسه ولا ما كاين شكرا على سؤالك شوف يجب نفهموا حاجه توجور المشكل تاع 62
المشكل تاعنا في 62 62 كانوا عندنا السياسيين كبار 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 كاع قصوهم على بالكم اللي كاع قصوهم بداو يطلعوا غير اللي ما لافر اللي صفق اللي شيك قاعدوا يطلعوا كسروا الطبقه السياسيه اللي يقول لك بلي ما كانش في الجزائر سياسيين كيما هادو راه غلط. النظام البرلماني نتهناو من الرئاسيات، نظام رئاسي ما يخدمش الجزائر. ها راهي المانيا واسبانيا راهي حدانا، نموذج، كنموذج. البرلمان 500 عضو، ماشي عضو واحد يحكم فيك، انسان شخص يدي قرار مخه شايفو له ولا 500 بنادم. انا نظن بلي الانجح طريقه لنخرجوا من هذه الازمه النظام البرلماني. راهم دايرين الناس مسمار تاع الرئيس، لا الرئيس ولا ما كاش الحل، الحل تروح ديريكت مول النظام البرلماني، نلغي كاع الرئاسة، رئيس ثوري يصوت عليه البرلمان كيما راهم يديروا في ألمانيا، نحطه كادر، ننسى بلي كاين رئيس، درك الناس راهي تعبد البنادم، وتنسى بلي القوانين هي اللي تمشي بلد، أنا نظن جاوبني على هذا السؤال. أعطيك الصحة لا، والله شوف، أعطيك الصحة لقاتل، شكرا جزيلا كطرحت لي هذه المسألة، لماذا؟ شوفوا، لو كان ما وقعش الكوديتا في 62، الجزائر لو كان ما داروش الكوديتا كانت المؤسسات الشرعية تاع الثورة. الجزائر راح تكون نظامها برلماني. تقولوا لي علاش يا أستاذ؟ النظام تاع الثورة، النظام تاع الجزائر كان يتأسس في مؤتمر الصومام، بالك بزاف ما على بالهمش بهذه. في الكونغري ديال الصومام اللي الناس راهي تسب فيهم على بالهاش واش كاين فيه، في الكونغري ديال الصومام قال لك نديروا لواءات تاع الدولة. لواءات تاع الدولة، واش داروا؟ داروا برلمان اللي هو سموه المجلس الوطني للثوره الجزائريه، ما كانش بالفوت، اختاروهم لكن كانوا يمثلوا كاع المناطق، كاع الشرائح، كاع كلش، اختاروهم. من ثم هذاك ما اسمه اختاروا سيسيو، اختاروا سيسيو، هذيك سيسيو اللي ولات جي بي ار فيما بعد، حكومه. شوف هذيك الحكومه نهار يجتمع المجلس الوطني للثوره كل وزير يتقاعد هكذا، يحسبوهم على دور. كان نظام برلماني في الثورة، النظام السياسي اللي كان في الجزائر هو نظام برلماني، هو كان نظام برلماني، وكان كملنا احنا، كملنا وما دارولوش الكوديتا بدعم تاع فرنسا ومصر، واخذونا في 62، الناس كانوا في باركة وداروا كوديتا داروا الدوفوار، بير واش داروا، دروك نقول لكم أشياء بير، أعطاني فرصة باش نوضحها طري بيان، واش وقع؟ قالك نديرو واسمو راح هذاك النظام البرلماني اللي كان المفروض هو يستمر. واكثر من هذا حتى الاداره باش نقولها لكم بزاف الناس ما تهضرش عليها. الثوره كان عندها الاداره نتاعها، كان عندها التنظيم الاداري نتاعو، كانت الولايات، ولايه تاع الاوراس، ولايه شمال قسنطيني، ولايه منطقه القبائل، ولايه الغرب، كانوا ولايات. هذوك الولايات كان عندهم مشاف وعندهم واسمو وعندهم تنظيم اداري، كان عندهم كلش. حنايا كيفاش صرفونا الثوره نتاعنا وقعدنا تابعين لفرنسا؟ هنا في هذاك الوقت، في هذاك الوقت كان الصراع تاع الناس اللي داو البوفوار اللي كانوا في البارا جيش الحدود ومن قال لك انا لو كان استمر بالنظام تاع الثوره هذا معناتها انا ما نكاش روحي. واش قالوا؟ قال لك انا نبقي النظام تاع الاستعمار. النظام الاداري اللي رانا نمشوا عليه هو النظام الاداري الاستعماري تاع الاستعماري. كانوا 15 ديبارتمون وقعدوا تاع الكولون وقعدوا تاع فرنسا وقعدوا هذي كانوا يخدموا معاها قعدوا كلش. حنايا ضيعنا فرصتنا، لكن لو كان كملنا بالنظام الاداري تاع الوقت تاع الثوره، المجاهدين هما اللي حكموا، المجاهدين كانوا مع الشعب، كان نظام تماما. هما روحنا نظام برلماني، يسالني السؤال، روحنا تنظيم اداري كان يخرج يطرطق، كان يمشي طرطبيا، كان الشاف، كان واسمو، كان كلشي. هذاك باك واش الدين انتصر، هذاك انتصر، ربح فرنسا، هذاك التنظيم تاع الصومام ربح فرنسا، ربحها، هذاك التنظيم تاع الصومام ربح فرنسا. وبالتالي حنا كنا قادرين نعدلوه، نردلوه من الحرب ضد الاستعمار، نردوه لعملية البناء، نخليوه نفس النظام، وتخلق نظام واحد آخر
اللي هو نظام تاع الثوره والشعب يبعد حاكم ما يجوش الفرنسيس ولا حاكمين فينا والجزائر ولا يخاف يروح لا ولايه يخاف لا ولايه لانه مازال عقليه تاع الكورون هذاك تاع الفرنسيس والموس وعادله وكل شيء هذا هو وكان يكون نظام برلماني كان نظام برلماني وكنا شوف كنا كيلي زونغلي كنا كيلي زونغلي شوف مع جمهور فرعاد عبد الناصر الحاوه ماذا كنت على المجلس الوطني للثوره شوف الوزير كيجي يطرعد يحاسبه على طول كل حاجه يحاسبه وعنده السلطه العليا كان السلطه العليا للاسف ضيعونا هذا ضيعونا وزادوا ضيعونا 57 سنه والله ما تكملش وإلى هذه المرة كملوا الجزائر حطوها للحيط لو كان بقى المشروع تاع الثورة تاع نوفمبر والصمام أرضية نوفمبر والصمام بالك أنا طيطري فيها بالك حدثت موديل الديمقراطية وكل شيء المنطقة نتاعنا على الأقل أنا جو بونس هذه هي وبالتالي الناس يتصف في الصمام ما على بلاش واش كاين الناس راهم يدفعوهم لهم فيها مبادئ فيها حوايج نهار 9 جويلي اذا ما كانش انتخابات ولا ما كناش غيرنا الامور بن صالح يولي غير دستوري وغير قانوني بما ان الماده اللي دارته كرئيس دوله عنده الا 90 يوم ما كاين حتى ماده في القانون في الدستور هذا اللي راكم تكلموا عليه اللي يسمح للمجلس الدستوري باش يمدد له مده بدون تحديد صافي دير يقول لكم نهار غادي بالكم باللي بن صالح غادي كي يكمل 90 يوم تاعه غادي يزيد يقعد كي يزيد يقعد من بعد 90 يوم هذا غير دستوري وغير قانوني حنا غادي نقولوا له هذه هويه تاعنا الى يوم الدين وهذا الدرابو تاعنا تاع الجزائر هو الدرابو تاعنا هو اللي طلع الفوضى ما كاش اللي غادي يقلعه وما غاديش جاي يقلعه غادي يقلع هذا الخطاب يلفا سيكسكيوزي السلام عليكم هاد الهضره علاه علاه الان عندنا حتى مشكل انا نشوفوا التظاهرات فيها العلم يعني الامازيغي الثقافي والعلم الجزائري بشكل عادي لا يوجد لا فتنه وهو الان هو الذي يزرع الفتنه اذا رايتم هما هناك عدة بطاقات إذا هذا يدل على عدم صدقه هؤلاء يعني هي رسالة لكل المشككين الذين يقولون أن القايد مع الثورة أن القايد مع الحراك أن القايد سيسلط الشعب أن القايد سيسلم السلطة التي قال وفق السابعة والثامنة اللي ذكرها مرة واحدة فقط يبدو أنها كانت زلة لسان ولم يعاود الحديث على هذه المواد مجددا إذن خطابه يطرح علامات استفهام هو يريد نشر فتنة بين خوتنا القبائل عن طريق هذا العالم ما فعل العسكر في مصر وما فعل العسكر في السودان إنه حكم العسكر وما فعل العسكر في سوريا وهكذا دواليك إذن من يثق في العسكر فهو موهوم الديمقراطية التي تأتي بها الدبابة هي ديمقراطية معاقة كما قال عبد الحميد مهري معاقة لا يمكن أن نثق في العسكري لا يمكن العسكري أو الجيش إخوتنا الأمن مهمتهم حماية الحدود الوطنية وحماية السيادة الوطنية لا غير وليس التدخل في السياسة القائد صالح يتدخل بشكل صريح الآن بشكل صريح جدا يتدخل ويحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة في السياسة واضحة يوم الجمعة إلى القائد صالح والذي ستتنامى الشعارات ضده وبقوة يبدو أنه لا يريد أن يقف في صف الشعب يبدو أنه لا يريد أن يدخل التاريخ الاتحاد قوة السلام عليكم السلام عليكم أنا دائما نهضر غير دقيقة ونروح
هذا لافير تاع قايد صالح اللي تاع الاعلام تاع بالك ما على بالكمش علاش قال اليوم 4 اشهر والاعلام هذا يخرج انا نشوف فيه 4 مو يخرج ما هضرش عليه في 4 مو بصح اليوم علاه قال راهم باغيين المسيره تاع 5 جويليه ما تكونش بما لا حرزوا رواحكم هذه هي اللعبه تاع الكسموف ما صابوا ما يديروا قالوا لنا نخربوا في الاعلام تاعك باش نوضوا الفوضى ويديروا باللي ما كانش المسيرات السلام عليكم رقم 4 رقم 4 يا بخت صالح باي تا راه خطط انت نتكاي بلا حكومه تمير اما تبونا على الناس لا طلعونا لا يو خويا خطني يا بخت صالح خوا انت عليكم شو خوا تبا خوا الله يسعدك هيا بلادي وين الرضا شنو مكتبين هي هيا مساكين هيا الزين حسن الله بيسكم السلام عليكم دو قولوا لنا شكون اللي هذا الوطن حنا شعب حنا الامازيغ احنا والامازيغ هكا العرب والامازيغ هكا حررنا البلاد بصح حنايا ما زلت اليومين هذا السلطات محكمه مستغالي دايرين كي طلعتهم على راسهم الوكيل تاع محكمه تادلس وراهم يقولوا لي نقتلوك انا نموت غير خطره قال لك باللي ما تخافش هذاك واحد المسؤول اللي باح كان يهضر التلفزيون كنت نتبع في الشاشه قال لك باللي قالت ما نخافش قالك حتى ربي ويخاف هذا العبد اللي يقول ربي ويخاف من يخاف يخاف من الناس الجزائري اللي يخدم وما يديش على العرق تاعه ناس راهم برا طردوا من العامل راهم في الشارع يطلبوا يا عباد الله يطلب باش يوكل ولاده الخبز لماذا علاه قاعد يحط وانا انا كنت مزوجه هنا في وهران وراجلي اللي كنت خاديته هنا في وهران يخدم في صوناطراك نهار اللي مات في الازاد تاعو خونوا له الوثائق تاعو شطهم في مستغالين يتعمروا عند كتيبه عموميه بتشو سوناطراك السيد شكان يخدم عصميدال الحق والقانون ايها قايد صالح اي لا راك تسمع فيا اكذب القانون حاسب باللي دار يتحاسب حنا ما نبقاوش نغطوا صاي كفانا من الغطا رانا من 64 حنا نغطوا هذا العلام وين تنصرف غادي نعطيكم هنا نبدا تاريخيه عليه هذا ما كانش كاين قبل 1962 ما كانش كاين هذا العلم هذا صنع في 1976 دارها واحد سمو اندري بينات هذا غوري مع واحد كومونيست زواوي صنعوا هذا في واحد البلاصه اسمها ما على باليش اكاديمية البربارية ولا حاجه كيما هكا Thank you.
نتسنطوا لبعضنا بعض وكل واحد يعطي الراي واللي ما عجبش الراي تاع الاخر يناقشها بنفسه يجي يدخل. انا الاخ كان قبيله جاب وسائل وجاب شيء اللي هو ممكن المعلومات اللي عنده خاطئه. اذا كان انسان هنايا اللي راه في الساحه وينجم يعاكسه ولكن عاكسه ثقافيين يدي الكلمه يدي رد. ها واش دار فينا الحزب الوحيد؟ ها واش دار فينا النظام هذا منذ 62؟ خاصك يكون عندك الا فكر واحد، ما تنجمش تخرج من الفكر الوحيدي ليدي وحده. غير تجي تقول العكس تولي العدو، ماشي لادفيرسير. ونكسبت با باش واحد يجينا بالراي المعاكس. هذه هي الديمقراطيه، هذه هي الثقافه. خصنا نسمحوا لبعضنا بعض ونصدوا لبعضنا بعض. واحد جاب راي نقبلوا الراي نتاعو مع حتى ولا ما راحش متفقين معاه. اللي عندك الدليل باللي الشيء اللي قاله راه خاطي، ارواح ادخل هنا وفيدنا نورنا. ممكن هو راه غلط ردوا الطريق ولكن ما تمنعاش من الهضره. هذا المنع وهذه الاكسكلوزيون هي اللي رحنا نحاربوها. النظام هذا راه مخليك تمشى غير في طريق وحده، قال ما عندكش، قال راني داير لك غير واحد راني كونتيني ما تخرجش منها. خصنا نخرجوا من هذه الفكره. والسلام عليكم. معليش أمازيغ نقولهم زواو والله غلط. حنا ما نقولوش أمازيغ، ما تكذبوش أرواحكم. حنا في ديارنا نقولوا زواو ما نقولوش لاخر. وما نزواو تاوهر نقولوا أرواحهم أنا سراوي. تسمى ما تبقاش تلعبوا على النقاط هادو، هادو النقاط ما تقولوش شدوا فيهم. صح غادي يسعفكم ويقول لكم أمازيغ. حيت ماشي انا خطايط روحي عربي من وهران واختي هذيك خطار روحها زواوي من تيزي وزو. هذه خاص الناس تعرفوها. انا راني نقول باللي حنا منين جزائريين طاروا على واحد خط السيك كيفاش في السيمانه كومبلي نقولوا خاو من بعد نقولش علامات. هذه ما كايناش لا جيش من يتمشى لا بور جيش. امريكا فيها 50 بلاد يا الرباني. تسمى هي خاطش كيما انا نقول بلي حنا كاع جزائريين وتقول لا انا عندي الهويه تاعي. تما انت راك شايف روحك عندك حاجه زياده عليهم. تما انت اللي كتقسم ماشي انا. تما هو ماشي حنا وهذا في 62 ميس قال لينا شنو الخطاب تاعك اليوم؟ ها الاثر تاعك للاسف الشديد تركي وعربي كلنا جزائريون لا يفرقنا هذا الخطاب. خاوه الشعب الجزائري كله متوحد من اقصى التاء الى اقصى التاء، من تبسة شرقا الى تلمسان غربا، من تندوف جنوبا الى تيزي وزو شمالا. الشعب متوحد ولا احد يفرقنا. يعني الوطن هو اسمى من الاختلافات العرقيه والايديولوجيه، وينبغي ان نفتح حوار
افقي بين جميع اطراف الشعب، بريئة من الجهوية، بريئة من العرقية، بريئة من العنصرية. هي مطالب من أجل الوحدة الوطنية، من أجل المواطنة، من أجل التساوي في الحقوق والواجبات، من أجل دولة القانون. لدى القايد صالح أو غيره، نعيم الصالحي أو القطاط، حتى القطوطة كنا نبغوهم كرهونا فيهم بسبب الذباب الإلكتروني. وقعدنا لكوها خضراء، ماذا بيكم ماذا بيكم خذي ما طيحوش في البياج، هذا بياج باش يديروا الانقسام. حنا ماناش باغي الانقسام، حنا ما باغي نهضروا في هضره ونجي. انا صغير عندي 13 عام، شفت هذه الدنيا بزاف صوالح وفهمت منها بزاف صوالح، فهمت. بغاو يفرقونا، بغاو يفرقونا ولا لا؟ نهضروا صح، حنا ما نكذبوش، انا ما نكذب عليكم انتوما ما تكذبوا عليا. حنا لاجي الناس عليها كاع حرقت، لاجي الناس عليها كاع راحت، لاجي الناس عليها كاع راهي مباصيه. حنا ما نخدموش، حنا ما عندناش حق باش نخدموا ونديروا كاع على اخوتنا. حنا جينا نهضروا الصح، ما قري الصح يجرح، حمول الصح ما ربي صحه. انا نتمتم وانتم اللي تفهموني اخوتي. حنا نبغي نهضروا على الله جوج، نسبه نهضروا باش نطوروا بلادنا. حنا ماتنا ماتنا، راهم يضلوا يبكوا علينا، رانا نضلوا مسكين. حنا ربي وكيل اللي ظلمنا، وما قري في بلادنا ظلمونا، بصح حنا ناكلوا ربي. ونتمنى ان شاء الله اخوتنا كاع 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 كيما راكم، كي الامازيغي كي الشاوي كي كي العربي كي بنزابي، كاع نتوحدوا نولوا يد وحده باش نبنوا بلاد. غادي يخرجوا لي رجال ونساء وشباب والذراري، كل هادو غادي يخرجوا لو 5 جويي. لو 5 جويي راهم دايرين لحساب كبير. قال لك حنا واش نديروا؟ نقولوا لهم بلي هذا العلم ما يترفدش. اوكي معليش ما رفدوش هذا العلم اسيدي، مي حنا ماناش حابسين وماناش قاعدين مجردكم، غينا تروحوا كاع واحد واحد. هاي دروك صاحب روح، كيفاش خلق الاجتماع؟ هاي مليحة جات غاية، جات غاية في الحقيقة. هاد القعدة قعدة سياسية، أو احنا سميناها قعدة سياسية، هي انطلاقا من الأسبوع الأول تاع الحراك. كانت في مبادرة من إخوان اللي اولا ينتميوا الى المجتمع المدني، وبعضهم ينتميوا الى بعض الجمعيات. تلاقينا عفويين بعد المسيره الاوليه. في الحقيقه كنا الالتقاء درنا في الدروج نتاع بلديه وهران بين اسبوعه. المطلب الاول هو كان كنا تلمينا 4 ولا 5 تاع الناس طالبا باطلاق السراح المسجون في مدينة معسكر، وهو غير مول، وهو غير مول. وبعدها شفنا باللي بعد المسيرات كنا دائما نتلاقاو هنا باش نديرو حصالة، نديرو حصالة على المسيرة، وفتحنا حوار على النقاط او على المشاكل الساعة، وهي الحوار على شكل الحوار وكذا. قلنا وان ضمن طلقنا واحد الفكره، قال مدام تجاوزنا ما يسمى كان ما يسمى الخوف والمنع اولا من التظاهر ومن الاجتماع بين بعضنا بعض. قلنا باللي انطلقنا من المبدا نتاع قال ابارتي دو مومون اون ريكوبيري لو دروا دو مانيفيستي و ريكوبيري اوسي لو دروا دو ريبرون ليسباس بوبليك. ليسباس بوبليك اللي كان ممنوع علينا قبل 22 فبراير، بما ان كان اي مواطن كان يتلاقاو جوج ولا ثلاثة مواطنين باش يتكلموا كان يمنعوهم، وكان ممكن تكون متابعة قضايا. لهذا قلنا كل اسبوع نوليو نتلاقاو ابتداء من 5 دينا ممكن 5 يعني ولا 10 تاع الاجتماع بدا من لا اول اسبوع اول اسبوع اول اسبوع نتاع المسيره نتاع المسيره، وبدينا نطوروا فيه. انطلقنا ممكن كنا 10 ولا 15 انسان، ومن بعد وصلنا كيما في شهر رمضان الا ونادرنا حلقات كبيره وزدنا سونوريزاسيون وكذا، وبقينا ننظموا بدون ولكن تنظيم عفوي. ما عندناش اي منظمه او اي حزب
اللي هو محتكر او هو اللي يقول بلي احنا منظمين. كما كمواطنين احنا مواطنين بسيطين ما ننتميو الى لاي حزب ما ولا اي جمعيه ما الا من الا ان خلينا الاسباس هذا مفتوح لجميع المواطنين اللي يجيو باش يعبروا على رايهم ولينا نديروا تبادل الحوار بيناتنا وتبادل الكلام باش نتسائلوا بعضنا بعض ونلقاو اجابات الى كل واحد ولا يجي يعطينا الحلول اللي تبان له باللي حلول سليمه باش نحلوا مع الشرطه ولا الحكومه ما داروا لكم مشاكل. وقع لنا مشكل واحد وهو بما ان كي هذا اولا زيادتنا على الاجتماع كنا طلبنا من واحد الاخ من المجموعه باش يحل سير فيسبوك ويسميه لو فوروم دي سيتويان اي سيتويان دو لا فيل دورو بور نو بيرميت بما نعرفوا بلي سي اترافير فيسبوك كو لو ميساج باس بلو رابيدمون. دونك اون ا كونستيتي هاد لو فوروم اللي ولا يجيو يسجلوا فيه جميع التدخلات وجميع الاجتماعات والتظاهرات اي كومبري لي مانيفيستاسيون من داخل هاد الفوروم اللي سميناه لو فوروم سميناها قاعده تاع بلاص دارم او قاعده 1 نوفمبر انطلاقا اولا بما ان نعرفوا بلي الساحه هذه رمز تاعها وهي سي لو كور دو لا فيل دورو اولا بما ان عندنا البلديه تاع وارن وايضا عندنا لو مونيمون اللي فيه الامير عبد القادر اللي نعتبره باللي هو اول جزائري او اول مجاهد اللي كون اول جمهوريه جزائريه دونك ولينا تحت ليفيجي تاعه نديروا تاع الاجتماع تاعه وزدنا طورناها بما ان ولينا نهار او يومين في الاسبوع نجيبوا ناس يديروا محاضرات في اللي تخص النقط السياسيه او اخرى اللي تمس في وقت معين كي بداوا يسمعوا بنا ويسمعوا بهذا الكلام في مدن اخرى اللي دات نفس المثال في تيارت شفنا في الغواط في هذه داروا نفس المبادره. الفكره جات من وهران. الفكره الاوليه انا نعتبر باللي قلعت ما عندنا احنا من وهران نظرا لهذه الرؤيه بما ان فيه اجهزه الامن يجي وراهم يجمعوا معنا ويجيو يتصنتوا على الاشياء اللي قال بما ان احنا اعتبرنا باللي اللقاءات هذو اللي قالت في مستوى معين ما عندناش هنا ما كانش اللي منعنا درنا واحد كما يقولوا واحد مينيموم تاع قواعد اللي تلمنا اولا ما كانش واحد يحتكر الكلمه اولا واحد ما ينجمش يهاجم اخر شخصيين ما كانش شتم او سب الا فيه الا تبادل الافكار و نعطيو حلول لي باش نوصلوا النتيجة وباش نوصلوا نتبعوا المطالب نتاع الشعب اللي خرجوا بها خطره قالوا لي باللي داروا لكم هنايا هذيك انا اعتبرناها باللي كانت محاوله اولا كانت محاوله وفيها جو الجرائد كتبوا عليها الى اخره كانت فيه محاوله من طرف اجهزه الامن وانا نظن باللي ماهيش اجهزه الامن نظن كانوا فيها اطراف معينه اللي بغاو يهرسوا هذه المبادره بما ان اولا البلديه تاع وهران بغات تدير بياطين هنا باش تعطيهم باش يديروا واحد المهرجان تجاري تاع تجاري تعرضنا عليه وهذيك في نفس اليوم جات الشرطه كان جا احد من ممثلين اجهزه الشرطه باش يقول لنا باللي هذا التظاهر ممنوع كنت انا اللي تكلمت مع محافظ الشرطه اللي جا راكم تقولوا قال لي انطلقوا واحد الفكره بما ان التظاهر هذا مسموح به الا اليوم جمعه ولكن مادام ما عندناش تصريح جاي بلغنا باللي التظاهر هذا ممنوع كنت انا الاجابه تاعي قلت له حنايا احنا ما حنا ني حزب ني منظمه ني جمعيه بما ان ما عندنا احنا مواطنين بسيطين رحنا نبغيو نكلموا بعضنا بعض لا بروف راهم كاينوا عائلات اللي كانوا يجيو بنساء واطفال الى اخره كبار وصغار نظن باللي قلتوا احنا ما عندناش دروك الا راه كاين منع او كاين قرار
إداري منع ماذا بك جيت بالغانا؟ قال لي بلي كاين قرار شفوي. أنا كإنسان قانوني بما أن أنا محامي وكنت سابقا قاضي، قلت له ما يكونش المنع إلا بهكا بإنذار شفوي. قال إذا كاين منع جيب لنا قرار وحنا نعرفوا ما هما الإجراءات اللي قوموا بها وروح بلغ الشعب هنايا. الأغد من اللي كان باش يجيبوا لنا هاد سواديزون منع جاو جميع الناس. كنا تكلمنا كنا اون بيلونسي سور فيسبوك اون اليرت فينالمون سي سايو لافي انفيرس، بما ان جميع الاطراف في وهران وجميع انا نقول باللي براتيكمون نافي بتا 300 ولا 400 بيرسون اللي جاوا من جمعيات ومن احزاب ولي جورناليست. نظن باللي تالمون دارت واحد الصدى فينالمون الاطراف هذوك اللي كانوا من ضمن انا من بعد كانت عندنا معلومات باللي السلطات الاداريه ما دخلتش، ولكن نظن كانت كما يقولوا بالعاميه كانت جات واحد الليبره من 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 اطراف اللي احنا نسميهم الكاشيرين ولا اللي ينتمي ولا الحزب اللي رحنا دائما نقولوا له ديغاج. ومنهم وترأسهم ضمن الكوميسار دو دي اف ال ان هو اللي كان ضمن في هذيك المواد، ولكن ما نجحوش. بالعكس عطاتنا فرصه اخرى وعطاتنا ان اوتر سوف. براك تشوفوا البارح استقبلنا استاذ اللي جا دارنا الكونفرنس. الاسبوع اللي قبل كنت انا درت ايضا الكونفرنس بواحد الجوانب القانونيه والدستوريه وما هما الحلول اذا كانت حلول دستوريه او غير دستوريه. كنا تكلمنا معها وكان وقع نقاش كبير ورحنا مشينا في هذا الطريق، بما ان غادي كل اسبوع نجيبوا جامعيين اساتذه مختصين ناس اللي كانوا ممكن يناضلوا في احزاب مطورين اللي يجيبوا لنا افكار ايجابيه اللي باش نوصلوا للحلول لهذه الازمه اللي رحنا فيها. السؤال الاخير في هذا الاجتماع هذا شباب ومليح، ولكن شفت باللي في الاحياء الاخرى تاع وهران ما كانش والو على حساب اللي نعرف انا ما كان والو في هذه. شوف هذه المبادره احنا كان جاتنا الفكره باللي نزيدوا نطوروها ونمشي ونحلوا في اماكن اخرى، بما ان عندنا ناس كانوا يجيونا من بعيد، يجيونا من بالقايد، يجيو من ما يسمى اورو اس الى اخره. فيه كانت مبادره واحد من الاطراف اللي كانوا هنايا كان اواخر ايام نتاع شهر رمضان كان فاصل من عندنا من المجموعه هذه ومشى امام الكاتدرال، قعد نظن اسبوع ولا اكثر باش يدير. كنا متفقين باللي هذه المبادره تكون نديروا اسبوع نمشيو في ساحه واسبوع اخر نمشيو في ساحه اخرى وممكن نمشيو في بلدان اخرى كما عين الطرق الى اخره. نظن ايضا الاسبوع اللي فات كان السيده اللي دارت نفس المبادره في ميرامار امام كان امام مطعم وكان واحد لابتيت بلاصات بين لا ريو مونج ولا ريو هذيك فيها ايضا فيها اساتذه تاع الجامعه وفيها ممثلين نظن جمعيات كيما لا ليك دي دروات لوم هذوك لاسوسياسيون فيمينين الى اخره. ولكن نظن هما كانت عندهم الفكره باللي باش يشوفوا يجلبوا الناس اللي راهم يتلموا في الحي نتاع ميرامار الى اخره. احنا مشينا وقفنا معاهم يوم من الايام، ولكن مانيش عارف هل فيه اون كونتينيتي ام لا. بور لانستون هما قالوا فالونسي ليكسبيريونس، ونظن باللي يوجد فيه ايضا. سمعت باللي في بعض كاين احياء كيما لي زاموندي وكيما كيما في سينيا كاينين الناس اللي خذوا نفس المبادره. واش تخمم في الفكره باللي هادو اللي راكم ديروها هنايا في بلاس برومي نوفمبر
مثلا ديروها في بلاصه واحده اخرى بلاصه واحده اخرى بلاصه واحده اخرى غير بشويه بشويه الشعب يعني لا هي كانت لا تونتاتيف اكزيستي بما ان يوم كنا درنا نوتر اكسبيريونس وهي نهار نهار المسيره الجمعه كانوا مجموعه كانت تتلم امام السي لطفي كمال السي لطفي كانت تعطي الكلمه تعطي الكلمه للناس باش يدخلوا نفس الشيء في المونيمون وين كنا وين كانوا يديروا كنا نتلموا من بعد الرتوب في الولايه كانت ايضا ثاني مجموعه اخرى اللي كانت دير نفس دارت نفس المبادره وحنا اخيرا واش قررنا ولينا الجمعه من بعد ما نكملوا المسيره نتلاقاو في الساحه الثانيه اللي حلوها انا وين كان بكري شاطونات بما ان وفيه تلقى عده مجموعات ما تلقاش الا مجموعه واحده تكون مجموعات ومجموعات ايضا باش يوقع النقاش اولا على المسيره وما وقع في المسيره ضمن بلي وصلنا لواحد الدرجه بلي كاينه انا نظن بلي في ايجابيات اكثر حتى وصلنا انا فهمت بلي حتى الاجهزه الامن والنظام لقاو بان فيها فائده كثيره بما ان الناس واللي باش تجتمع في 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 انا نعتبر بلي هذا ايجابي بما ان حتى النظام ما رحناش ندسو باش نتكلموا رحنا نقعدوا في الساحه واللي اي ممثل نتاع اجهزه الامن ولا راهم يجيو معنا هنايا ويتصنتوا الشيء اللي رانا نقولوه باش نبينوا لهم باللي الجزائري وصل واحد الدرجه نتاع الثقافه السياسيه اللي ويتكلم راه يتكلم بهدوء ويتكلم وراه يجيب اسلوب حضاريه بما ان حتى لي مارش راهم سون دي مارش حضاريين تاع ناس اللي واعيين وعارفين واش راهم يطلبوا وين راهم ماشي. شكرا. صحيح. انت ثاني يعني فراكي في الجماعه اللي درتوا هذا الاجتماع. احكي لي كيفاش الفكره نتاع هذا الاجتماع جات في راسكم واش المشاكل اللي كانوا عندكم باش ديروا؟ فكرة بسيطة في الحقيقة ماشي حنايا كان واحد الزميل إلا في لونسي أن أبل سوغ فيسبوك سون سيتي لو نون تاعه قال بلي وعلاش ما نديروش كيما جميع المدن العاصمة على الخصوص نديرو هنايا منبر وكل منبر للتعبير الحر عن آراء وأفكار سياسية خاصة بسكان مدينة وهران حول الشأن الجزائري إلا لونسي أن أبل سوغ فيسبوك نتلاقاو غدوة مثلا على الساعة الخامسة تاع العشية في ساحة بلازار الحقيقة جينا ما كناش بزاف كنا أقل من 10 أشخاص تفهمنا لقينا باللي النقاش كان شيق يافي ان ديبا دو نيفو كنا في بداية الحراك كنا في الأسبوع الثاني من الحراك جاء مباشرة بعد أول ولا ثاني مارس توعدنا باش نكرروا هذا اللقاء يوميا ونحاولوا أننا نتلقى أفكار الناس